تتجدد مظاهر العنف وكتم آراء المواطنين في غرب ليبيا بعد سيطرة الميليشيات عليها. كان آخرها قمع مظاهرة أمام مقر الشركة العامة للكهرباء بطرابلس، فبعد خروج متظاهرين ضد الفساد الحاصل في الشركة مطالبين برحيل إدارتها بعد فشلها في حلحلة الأزمة واستمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، تفاجأ حشود المتظاهرين بخروج مدير الشركة التابع لحكومة الصخيرات علي ساسي المصراتي مع عناصر من مرافقيه المدججين بالسلاح، حيث قامت عناصره برفع أسلحتهم في وجه المتظاهرين مطالبيهم بالرحيل ومهدديهم بالاعتقال. مواطنين لم يطالبوا إلا بحل مشكلة الكهرباء التي تنقطع عليهم لساعات طوال، فكان الرد من ساسي وميليشياته هو كتم آرائهم وترويعهم بقوة السلاح، مظهر ليس بالجديد على حكومة الصخيرات وميليشياتها التي لا تريد سوى النهب والفساد ولا تأبه لراحة المواطنين.